السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة رابعة ابتدائي. إليكم هذه الكلمات التي تأتي مثلا في الامتحان، تأتيك مثلا جمل غير مرتبة ويطلب منك ترتيبها باستعمال هذه الكلمات: في enfin، d'abord، ensuite، puis، enfin. d'abord معناها في البداية، ensuite معناها بعد ذلك، puis معناها ثم، enfin معناها في النهاية. إذا هذه الكلمات نستعملها في ترتيب الجمل. وملء الفراغ دائما دابور هي في البداية، أنسويت بعد ذلك، في ثم، في النهاية enfin. إذا عندنا هنا بعض شرح بعض الكلمات، مثلا لو الماء، غوت قطرة، غودو قطرة ماء، ليتي الصيف، روشي الصخرة، لسابل الرمل، لامير البحر، لسيال السماء. إذا كان هذا شرح لبعض الكلمات التي يحتاجها تلاميذ سنة رابعة ابتدائي.